مرحبتين، يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم. اليوم في عندنا جيران جديد جايين على الحي، عم بنقله، جبنا لهم علبة تمر، يعني هاي شغلة بسيطة. راح نروح عليهم، كتبنا لهم نوت إنه welcome to the neighborhood or to the community و hope you will have a great time with us. If they need any help، حطيت لهم رقم التلفون. Just a gesture of welcoming وامتثالا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان نتوصف الجار. فإن شاء الله يكون فيها خير وبركة، وربنا إن شاء الله يعمل هذه الكوميونتي وهذا البلد وجميع البلدان إن شاء الله يعم عليها الخير والسلام. في أمثال كثير عندنا: الجار قبل الدار، والجار القريب خير من قريب بعيد. كثير أشياء وحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني أو يورثني. ولا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. كثير هاي الأحاديث والأمثلة اللي لازم نمتثل فيها، وإن شاء الله رب العالمين نحتسبها عند الله. ويعطيكم العافية.